ما لوينيت ما دشيت ما درسيها من سلام استمع تصمتوا تسمى جارت الوا غامغار الدولة القادر بن صالح محمد محمود حسن واسز الانتكار دي ولد تيسيو ماس السفير يناين وان لبنان دردزير إنه لمن دواعي السرور اليوم أن ألتقي مع فخامة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. مواقف الجزائر ولبنان في السياسة مواقف متطابقة في المحافل الدولية والعالمية وفي الاقتصاد، والحمد لله اقتصادنا متين بالتعاون مع الاقتصاد الجزائري، ولكن هناك حالة حب وحالة عشق بين الشعب اللبناني والشعب الجزائري، وستتترجم بإذن الله في وتتعزز في الأيام والأشهر المقبلة. وندا رئيس مجلة أمان الدولة عبد القادر بن صالح بيتر ماك جي وسيزلن تيكاردي ويليت تيسير ماس السفير يونان وان النمسا بغدزة. Mesdames et Messieurs, l'Autriche est un partenaire fiable de l'Algérie depuis et même déjà avant son indépendance. L'Algérie, cette année en particulier, a montré une évolution remarquable et nous souhaitons à contribuer au progrès économique et social de votre pays avec plus de partenariats gagnant-gagnant. Nos deux pays sont unis par le désir de maintenir et défendre un multilatéralisme efficace et effectif pour trouver des solutions aux grands défis avec lesquels l'humanité est confrontée, comme la résolution pacifique des conflits armés, le développement équitable ainsi que le réchauffement climatique. Merci. اسم جارد أمغال نكال أمغال الدولة للنواب القادر بن صالح أيمن جمال عبد الفتاح مشرفة وعسير زلنتي كارديويني تيسي وماس السفير ينان ومصر بغدزير بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا سعدت باستقبال فخامة الرئيس لي حيث تناول اللقاء، نقلت له تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقل لي هو تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودائما تم التباحث إلى آفاق تطوير العلاقة المصرية الجزائرية اللي هي علاقة متجذرة ولها تاريخ منذ استقلال الجزائر سنة 62. وأنا طبعا مهمتي كسفير ده أتطلع دائما إلى تطوير التعاون الاقتصادي، يعني رغم الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا فإن التبادل الاقتصادي المصري الجزائري قرب المليار، كذلك التبادل السياحي وصل معدلاته 50,000 سائح، كذلك الاستثمار المصري المباشر في الجزائر حوالي 3 مليار. نحن دائما نتطلع إلى التعاون في الملف الاقتصادي والتعاون في مجال المحافل الدولية. أمغار الدولة القادر بن صالح يسمى جارت دا إليجا زلالك وسير زلم تيكار دوينيت تيسي وماس السفير يونان وان كرواتيا بغد الزهر. Premier poste diplomatique, c'était l'Algérie en 1993 en fonction de conseil économique. Donc je voulais renforcer, et comme j'ai cette expérience de l'Algérie en fonction maintenant de l'ambassadeur, je
travailler dans ce chemin, spécialement dans le chemin de vous aider à améliorer votre secteur de tourisme, où la Croatie il est tellement fort que 20% de son PIB appartient au tourisme. Et le deuxième secteur que vous avez l'intention de renforcer, c'est l'agriculture, où même on va travailler dans ce chemin. Donc deux secteurs dans lesquels la Croatie, avec son expérience, il peut aider à l'Algérie et ouvrir le marché même de l'Europe, de l'Union européenne à laquelle la Croatie appartient. عندما سيسمى جارت تمغار من الدولة عبد القادر بن صالح عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني وسيظلم تيكار دولي تيسيو ماس السفيرينان ون السعودية بغد الزهر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك قدمت أوراق اعتمادي لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد القادر بن صالح بصفتي سفيرا فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما نقلت لفخامة الرئيس تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وتحيات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما الصادقة والخالصة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في مهامه التي يطلع إليها، وتمنياتهم للجزائر والشعب الجزائري الشقيق بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، كما أعربت لفخامته عن محبتي وتقديري للجزائر الحبيبة ودعواتي الصادقة بأن يمن على الجزائر بالخير العميم وأن ينعم بلده بخيراته، ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع. شكرا لكم. شكرا. الإمارة يسمى جارة داغم غرن الدولة بقادر بن صالح فلافيو ماريغا وسيزلن تيكار ديوني تيسيو ماس السفيرينان وان برازيل دغ الدزار سمى جورو غيمدا يتجهز سنغلف وان ترغيون تنجم صبري بوقادو Donc je viens de présenter mes lettres de créance au président Ben Salah et j'ai eu l'opportunité de lui transmettre que le Brésil, nous sommes des amis de l'Algérie dès le lendemain de l'indépendance. On a reconnu l'indépendance de l'Algérie le lendemain, jour le même. Et dès cette époque-là, nous avons eu toujours des relations excellentes. Et toujours dans les domaines politiques, les domaines économiques. Et nous avons les plus gros commerces avec Nord-Afrique et Moyen-Orient. C'est notre deuxième partenaire, l'Algérie, avec un commerce de 3,5 milliards de dollars l'année dernière. Et nous avons aussi des mécanismes politiques comme les dialogues stratégiques politiques avec l'Algérie. يجا الفريق أحمر قيد صالح نايم من أغلاف وان الدفاع أمغار انت من كاي نيجا النكال توفات تناه الواغ تيسيت من الخدمة عندك وان تمغار تان الصاهة تانا مان دغيجا النكال تغيرت انتبدي في الدبارة تانا سيني من الصاهة تاغ بسم بنو من الخدمة اسمه تاج النيد دسل لغمون الأسطول البحري تغطي زالت انتا غتيسيت دفر اسم مجورو وات جن دغريت داغ ناس من انسي مغار وايجا يري وايك فني من يد دغريت من اللي نكا دغ المغي ومقرا يبدد الفريق تيبدي انسكتا ورنيها للشهيد سويداني بجمعة وفوليجا يهندق انت مغار انتا غصاها تيسم دين دغ دي السنسا تازمت من نورا يغرى دفر وين الفاتحة فوليمان الموتان من الشهداء نكال الفريق يديه دلواء محمد العربي حولي أمغى نصاها التانامان يمهيات من نهض ناخدما من نصاها التانامان
ويسجى تفير تزيل هالت أسجدنا سمداني نخدم من نيجن ويهني الوحدات تنتاغ صاحت تغتفير تلغت دسا سدزهر تجه تاراي تنتيدت تغتار رايت نغبالا أمدان الدونت وليلان دغو غكال أو أن دغو سد سميل هال التافلس تدير الشعب واندزهر دي جنيت إلا غد دسدار أسيجن دمن هذا النيت مهالا دغو منه نسم ددابو نسم وندواي جننجون فلاس أو أن دغو أنت أسكفا تفيرت يتمزار دات يلا دكال بالتاريخ كينا غاديون نستطيع القول ونحن متيقنون كل يقين بأن قطاع الجزائر قد وضع على سكة صحيحة مأمونة تم توجيهه نحو الواجهة الصعبة التي يرتضيها خيار الوطن. بفضل ذلك تضاف مشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه الذي كان له بمثابة الحامي من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل قرارات شجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة، والتي أثبتت الأيام صعوبيتها ومصداقيتها لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب. أقول في مصلحة الشعب والوطن. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الجهود الحادثة والمخلصة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة، سمح بقطع العديد من الأشواط المتكاملة الأهداف، لا سيما عقب انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2019 برئاسة رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح، حيث تم تشييد الكثير من المساعي المتسمة بالصدق والجدية من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل تجاوب تماما مع الانشغالات الشعبية، ويستوجب بالتالي التطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها استجابة أيضا لمطالب الشعب الجزائري المريحة. ثم إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بنظر الصلاحيات الكبرى الممنوحة لها حجر الزاوية لعوامل إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم. ومن أجل ذلك وجبت السلطة الوطنية المستقلة كل العون والدعم والمساعدة من طرف مؤسسة الدولة المختلفة التي وفرت لها كل الوسائل والإمكانيات حتى تقوم بمهامها الجليلة ووجبها الوطني بكل سهولة ويسر. ومواصلة للذات الجهود والمساعي يندرج انعقاد مجلس الوزراء يوم 13 أكتوبر الجاري المسابقة على مشاريع قوانين هامة على غرار قانون المالية والمحروقات التي تعد إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية. كما تمت المسابقة على مشروع قانون متمم للأمر ورقم 0602 مورخ في فبراير 2006 متضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حيث تم سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبلين للتوقف نهائيا عن الخدمة. المحلين الاحتياط في ممارسة النشاط السياسي الحزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات. هذا الإجراء مبرر لعدة أسباب، منها أن ممارسة النشاط السياسي الحزبي أو ترشح لوظيفة انتخابية عمومية يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطه داخل المؤسسة العسكرية. الفريق اللي غت سجل نكال دي قائم انت استطعت سوى تبدأ غريت نادوريت المدد الزهر تار لا يتنتيد تيغبل الشعب
أوندا إيديج سسجلين الدبالتي مغ الإجراءات تين تبدي في الغافت التكزانكال دغتهال تاسج من هنجاوي هنو ناماس ولا جمع إلا غداغا سدزار وريت الجارة برقة وساش يبوك الشعب النيد كما عودوا تركيب المجي شوقا الشعبي وصل كما كان دائما للوفران بتعهد سهو مقطوعة أمام الله والوطن والتاريخ ومن دون قيادة سهي العليا حيا المرافقة دائما للشعب الجزائري ولكافة الجهود التي تبذل بسبق في اتجاه إخراج الجزائر من أزمتها وتأمين الكامل الموفي لجميع مراحل العملية الانتخابية عبر كافة أرجاء الوطن. فالقيادة العليا التي حرصت شديد الحرص ولا تزال تحرص بشدة على ممارسة المهام العظيمة وكونها للجيش الوطني الشعبي في كل ظروف الأحوال تقدر بشدة حجم المسؤولية الموضوعة على عاتق قوتها المسلحة وتعيد تذكير مرة أخرى بأن الجيش الوطني الشعبي سيظل العين التي لا تنام الراسبة متفحصة للتاريخ الذي يمر بالجزائر إلى الوجهة التي أرتضيها الشعب الجزائري فسيكون تاريخ آمن بفضل الله تعالى وثم بفضل الكافر لإجراءات الأمنية الكثيرة المتكاملة التي لا نسمح من خلالها بإن كان أن ينحرف بالبلاد عن هذا التاريخ المرسوم الذي يتجسد على أرض المسعى الجزائر وشعبها. تغير رأيت انت في ارتجا يسمى الفريق ما وضعون بزر فلقى انت رأيت ان ما هو نسن دقى نتري نيري ويدنا الموغي ومقرا دغير يتنل اللي نكال او ان دغريج ارسوجوه النفران ويمرا ودسين ديسمبر ودي قرنس الصهد ولان اسيلي اري ويلن ايتو سهدن دغوجوه ناجم وضوات الجنة دونس الغافيت واسينا يجماي اين الزان الدونت ويرجهين برقا يخشادن إنني أحرص دوري في كل مداخلاتي على القرب بافتخار شديد أن الجيش الوطني الشعبي هو جدير كل جدارة بأن يكون سليم للجيش الوطني وأعتز بأنه من صلب الشعب الأصيل الذي اتصله بالتسليم الدولي بالمعنى راشد الرائع وبتقدير الأقليمي عندما يتعلق الأمر بمصر الجزائر. من محي كل ذلك أخص به وكل يوم الشباب الوعي لا يستحقونه من اهتمام لأنهم يستحقون ذلك كل استحقاق. فالقوة الجزائرية بالأمس اندلعت واستمرت وانتصرت بفضل جهد الشباب وخلط إرادتهم وتصميمهم على بلوغ الأهداف ونشوب الفكرة. انتصرت الجزائر بالأمس بوعي شبابها وصلابة عزيمته فهي اليوم بأمس الحاجة إلى أبنائها الشباب الواعي والمدرك لخطوط التحديات التي يواجهونها وتمرون فلنا ثقة كل ثقة لأن الشباب اليوم سيسير على نفس ضرب أسلافه وسيوصل الجزائر إلى باب الأمان. ولكن إن الإقبال على مكاتب التسجيل في قوانين الانتخابات هو مبشر وواعد على أن الإقبال على الصناديق يوم 12 ديسمبر المقبل سيكون إقبالا مكثفا. فكما حمل الأسلاف ميامين من بوقية بالأمس من أجل محو الاستعمار في الراس الباغير فعلى الشباب اليوم أن يتهافتوا على صناديق الاختراع حاملين ورخ انتخاب من أجل توجيه سبعة مؤلمة للعصابة ونحو أعصابها في كافة المجالات. يصدى ما أرنا أنه أن بيتي تنس لما نشنين دغت في ارتجا دغم هيو انجير كالن وان كوز التمرين الدين دفرت ميضين تدوك كيلتان بلمان وان كالن يجن دغ بلغراد يسرد الخدمة تان بلمان وان بزا دغريت نسجدين القانون من وجير كالن التين أظن تين تدوك كيلتان أول متحدة دس سمدغ نسيني واجد دزار فول مليك التين أظن الميلال
تجر كلن شنوني لغت أس البرلمان وندزا رجاء أدب ومقارن دغالية نسبغ من القانون وندغ من إيكا جنناتن وندس انتم لجنة والديمقراطية دسومر نرأي انتانات فولتي مزا هولان دغيل وان السياسة نكال محمد لنصالي إسن تشليد أسيهر سيرت يعني المهض من البرلمان تننكا لون العالم فلتبر تعرف تلك ما تتسق النمهض من البرلمان تنغامل إيرق وارد جش أغرف وارد زهر داغي الوارد سمينا كل سليمان شنين يمن نهض اندبتي تنكال تغيم التارغ إجار إدواني فلالخال نشغل رغتا السق تارغ إدواني إيجا فلاغي لنتبقى أرور ابنين وهلا نواد قرن أموتي نهنزازا دواد شارة يندغيكا لنوين عربا ويهني نمين اجنكال وهلا أوايج اندغيكا لأوان سوريا مجرى الجين أيانغلن فلاهل نسدبة نرقانو وين نهض اركال لن ديروشا والبرلمان تن التبدين يتفتلي تيكا لنوين ميل أسدوانين فلاواد شرين شون سيد ده جرد دين رميدن ده سدبو ماواضن ده كل ناس فل الحق نقادم إيكال البرلمان تن الترغي وين تيناس السفر عاسن الدزار تجاشي دواني لعصي هروارو ده هاري جاسري ما شنين تفير النيد لعطفاسي تارو إيرق وديسي جمد تيب دينك الوار دزار بالترغي وين الجوت ميل غلان أواس ترفاض الدزار تيجا وتنفاسن ده ترغي وين تينام ما كلن تسهت فالدبارة ونار انتكرر سيدواني إيجان سلافية ساهم البرلمان الجزائري في وضع البرلمان الجزائر سجمات القانون وقاصنا الحقن الدين التياري خشين السياسة ضرت أس بسشوى الفرسين القانونا وازرا النهضة ترغي من تنيفرا اسم التيب استدبقى جوتنين وقاصن ينقود النيفرانا سنبك واسجن راكا لما العالم القانون السين النهضة فرمو في نتروك يتنكال تات النهضة بهارو النيفرانا يد مضوفة سيناية الديمقراطية يد نش شريهرة إناية نسور كلايجا واسمغاني مثلا تمزا ويقل يكي وانت منوك لا للسياسة وغالكم يروشا من الدستور وعينا أستامتينك أنت أسيتو وننطانعت غرد الميد تجسيدا لمبدأ الدستور القاضي بأن الشعب هو مصدر لكل سلطة ودها تتوك نتاسق تارغ لا تيم ضينوتي كرالتموين أسيحة التاسق البرلمان النكال في التارغيوين نسجرة وان السياسة التنهضين القانون ده زمزل سلغافية جريكا لن وين مخشدنين طابرين وان الدبلوماسية رغ البرلمان تنويرا أقالا نيروشان تسيغ لا دزار جريكا لن الجوتنين جدونا تمغانا وان ديبيتي تنسلمان شمين ده بلغراد التمغات من البرلمان وان أغندا ريبيكا كدغا آلي توالا إدو النيجا فولميك جنونا تندغريتنا الميلال هلان دغيل وان الخدمتان البرلمان علاقات متميزة مع أوغندا ونحن حريصين على استمرار التواصل في اللقاءات متعددة الأطراف وفي ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين ونحرص على التشاور خاصة في المواقف المشتركة والتحديات المحيطة بدولنا الأفريقية واللقاء كان مثمر في هذا الاتجاه. كان لقاء جد مهم مع الوفد الجزائري. علاقة الجزائر مع أوغندا جد متميزة وواسعة لأنها تعود لسنوات عدة. نأمل ونعمل دائما على أن يتطور مستوى العلاقات بين بلدينا. سليمان شنين اسدو النداغ دمغان البرلمان وان مونتينيغرو إيفان براجوفيتش ادو النيجا فولنويل الجر دزار دو عكال دغمنيك جنيتم ادو داغا مسكل من هوي نوي غسين كالن دغمنيك اتكار راس جانين دا كالن والعالم ولقاء يدخل في توسيع المشاورات السياسية بين بلدينا وبين برلماننا وأعتقد أن الفرص المتاحة لنا كثيرة لتنويع التعاون بين بلدينا وبين شعبينا والاتفاق اليوم على إيجاد لجنة صداقة بين الشعبين في المجلس في البرلمانين فكرة ننطلق بها لتمتين هذه العلاقة الجزائر بامتدادها كما ذكر زميلي الإفريقي والعربي والمتوسطي يمكنها أن تكون لها علاقات متميزة مع جمهورية جبل الأسود. سعيد جدا بهذا اللقاء الذي جمعني برئيس البرلمان الجزائري. حقيقة علاقات صداقة تاريخية بين الجزائر وجمهورية الجبل الأسود، صداقة نعمل أن تتعزز خاصة وأن بلادنا المستقلة حديثا تعرف تطورا. أمامنا أن ديبيتي تنسلمان شنين وأن الدمغان البرلمان وأن كان لن ونارا بن مشعل بن فهم السلمي
دون نجاف ولما كنا نمكني داس دون دابو دغرتين دا ويبسن ويغيكال تايلين هذا دغير يتنوتي نفرامين وانت ملوك لا جانين تقن مرا ود السين ديسمبر ودق لان تجسول تانكال تنسود جي تبدير فول ويغي نفرامين دبارة تينات تزين هنا تغبى انتكار دوين مع استمارة توقيع عيري ويرشح نيمان ليت استملوك لا نكال حسيني منصوري تدونت المادة تموت تأس المصادقة في العشيش والأدب للفلاس الضابط العمومي ودغش قال الأمين العام وان البلدية ادناف لسن نسن ادمن نهض اندقن ورغزة جغن الكاضن ميغ ايتي لا يخدم دغ البلدية الى دس الصاعة مقورد اللي انت هكد الموتقين دل محضرين دغ ويسا مجغر التوالين هكد منوكا لن الضبط دغ دقن ورغتاس الشريعة الإدارة المادة تنقصة تتنلسة دس الوغي وراء الضابط أغيل وليا يتوقدها اللامة تتغهت التملك لدخس المانغر نسن أوين دغداغ أهين هاغ إيم وان بغدان ووغن كنا ميلغا ودغتها نوجيش النفران المادة تدغن قصة داغ تقدر لإنافلسن وين البلدية أدنافلسن ويل كمنين إهارة دغ الأحزاب وين دغ غنين أدجيشن إنافران أشيش ولنتكار دي وين نتي لغيرهان أدجيش نفران ويدغ أوين دغ ردنات داغ إتوس نت أسسيلا جرتاخ لك تاتغهت أتجا أدغ ندغ نفران ويدغ لنين سيتين فلا وين تسد المادة تان قصة تاتنالسة أزارة تادغ تسلت تتأدوان يوافل تسغم المادة تان كوزت داقا نزازا غرد وإلا غتيدا قوانا غتاسن الشريعة نفرنا وانت منوك لا نكال أسد التيندا قوان القانون هولانديها فلاست بدت منوك لا نكال تتشمت نفرنا اتوسنت ومقرن منوك لا نكال وتسنفرن تمتي المادة تان كوزت تقدل يلا ويغانا دي جيش نفرنا ويدقلن ايهوك ناظر في ديشش والتقرب تندر سوها سرزي جيش نفرنا ويدغن تمنوك لا نكال فلاس ديرها نشش والوانها كوادم يجج ان بغداد ويغنوليغ فلو ان در يوكسن الشك در ايغا ويبددن فلو دف انت كاردي ونأتي در انت هانت منوك لا ايميل تسهر ونجود ونشغل هغا غفن الساغتان التامت در الساشي لان افلنكس الجمت دسبت اواد غرد نتسمن نتيت بقى غرد تيدغ وسغنين التمنوك لا نكال تتشمت النافران وارتويا تفافيت وليتها دواني ولا ترها توجغيها وليا تمارا مرضى الولاية تانتين دوف الدبارة تنسب استبقين الدوات القوائم الانتخابية دغم الرواني جاسم بغوغ النسوات دغيري واتتها ننجون المكتب وين موطفن دوين الزوانين فلاس الدولة الشملة إن هارون لميدي دغل هندق ونسجل دغل فوت دغل بلدية تانتين دوف في رقوة تسجل مزاغن القائمة تانتين الفوت فوليري تنويغي سجل امدد من نهضا واغي هندق الحمد لله على الانتخابات فرحين فرحانين جهو زينا عند الحمد لله ومتحضر على الشعب كامل والله يقويه وينصرها وينصر شعبنا دوسة الانتخابات بين مؤكد أسكر أن يمسجل الأول رشحوا رئيس إن شاء الله تاج الولي وعلى مكان إن شاء الله رشحوا رئيس في كفاءة وفي خدم الوطن وصاي وعلى جميع المواطنين المواطنات والشباب أن يؤدوا واجبهم الانتخابي هذا واجب وطني هذا فرض منه أوغنت يزين هل أنت غيري وأنت جرنا خديمن دي موتا جوش تاج الشغل يري واي جميع أنت كارلتان الفوت مراجعة الدورية من الدوزة للديسات وراء الإقبال كان تشجيلات وسحب بطاقة الناخب مازالت كما فتحنا المراجعة الاستثنائية كيف كيف مازال إقبال عندنا فوليرة مجر وأنت كارلتان الفوت ثم هل تغرت أن سجد القوائم تين الفوت تاراها الوامرة والدسات اغتغطها الليت تمزلك التين جماعة لانت منه ينسنت فول نفرن ومراو الدسين ديسمبر ويسلغت مت أس أما قال انتكر ريستيها أكل Oui, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient contre les élections, parce que c'est le seul moyen démocratique ou du moins plus ou moins organisé qui permet aujourd'hui de répondre à des attentes. On est pour le changement, on est ici pour sensibiliser les jeunes Algériens qui se trouvent, les Algériens en général, de voter pour, je ne sais pas, pour un avenir. De l'Algérie pour un avenir de jeunes qui se trouvent, il y a des sans-papiers. C'est l'avenir de l'Algérie. Le vote, cette fois-ci, c'est l'avenir de l'Algérie.
moi, personnellement, je suis pour les élections. Ça, c'est un droit. Et c'est un devoir aussi. Moi, je préfère qu'ils votent. Voilà. Qu'ils votent pour une bonne chose. Voilà, pas pour rien. Les présentiels, c'est important pour nous, pour tous les Algériens. Je parle de moi personnel, oui, c'est important. C'est important que le peuple il va voter pour avoir un président, un vrai gouvernement jeune, dynamique, qui va développer notre pays. Nous aimerions, et moi personnellement, je souhaiterais qu'un homme sorte de ce tas de candidats pour qu'il dirige l'Algérie comme il faut, c'est-à-dire dans la droiture, je l'espère, dans la justice, justice sociale, économique et politique surtout aussi. Donc, espérons que d'ici le 12 décembre, un candidat sortira des urnes, un bon candidat, parce que l'Algérie mérite qu'elle soit dirigée par un homme droit et un homme juste. L'Algérie, à travers son histoire, a démontré toujours sa capacité à rebondir. Et le peuple algérien, malgré ce qu'on peut croire, est un peuple qui, dans l'absolu, à travers son histoire, depuis les Romains jusqu'à nos jours, a toujours été capable de se relever et de relever les défis qui lui étaient imposés. تغاهل وان السين انتي سي تاجا الولاية تنتين مسان ويران اغلا فون ترغوين دوكي لانتين اماش نكال دزو سين غلمان صلاح الدين دحمون يهم دقينا ان وان دارة مغنية يموسى انتاد هل تنيتوس ونزيز للإدارة يدونت دارة مرسى بمهيدي ورادا غبرق يسيجل من اجمال التيم الزاف ولوكوس انت مخاطر سيد فولا وين يهم دقنا يا فينا يندي هم دق للحماية المدنية موتا جمدان ويلزمنين يالخدمة ويقل نسود الله الانكا لن وان تمت ويجنها الاوتوا تمت ان تمضى ان تدهل تيموك انكا لن تبدو التناغل افتا ان يمتع في الترغوين تين تمزاغ تين تمت غنية الدالية فلاس من اللجنة لك هل تان تقزى ان تمت تناغل افتو من الادابو ان دولة دغوة غجننا ويتاسا نسن كل وين تمت دورت ان تمت تهد تغر ماتين تين جنناتا تواز للتمتع تهتي غرمة تنتي مدروين مليك يتهلا تنمو سنين تجد توين انت مدور تنتي مزاق تين غرين تين تغرم تنتان عال تلكمة البلدية تنقيم سوحاد الولاية تنتي زيوزو أنمير الطاف ندغ تاهوري نسنت إن محمد وديع إن من دنواس أي رغلان تمطوث سام زدرير فيرزان ناغة تدار تنتهي نال دي دغيوان في قمس وحال أن داغ تمطوث مازال في الطوف دي العوايد نزيكني انت بيان لو فانات اللي خدمتي السيرت نكسد تشنيت انتو قام بربوش انتو قام تشنيت انتو قام انتو ودوك شرانتش ومكات نخدم ومكات نصفور ديهين لما نصدد نصفور ديهين ثم طوث على ساعة مازالي تقدش وتخدم خاصة كانت الظاهر تعكم إيمي غيفدل الوقت من التاك تحبه فرغة في زاديث ومازالي تضد شطيط إسخرام إثو ذلع أرنوسينا كين أقوس إذ حزم في نزدة ديموار أمي أكيد دني كيس أكيد دني كيس أتم الزنز دلويس يقود أدقاد كاني قردان عن شعرم نتخدم ستين وثلاث يعفور بو دوين نبك يطفع جاني تحبس أدخذ مغرج خجان أدو غاجع معي غير أذكر أن تدي با بخير وقت تدي با الوقوس تدي با دكسو أسبوع دوتيو دماغي لا إما أن سميع في المذيث غالي مزورة وثفتر السكسو وثتوب وثمسل المسمن أرنو غفايا ثمثون تلسفنج تحولين ما فيه وفتت تبعهم سلوزويا ناك سكسو التمزين سكسو التمزين دعنا فترة دعناك هذا فمازال ذيو في قران شبحة إثوذرين القبيل إمي غيال يوان إخدم أشال أم ذياء النزهوة أن دغيال الخير إلا ذي تبحر ذيس أغضي هم ذي بحير تغدو أدخذ ما ذي بحير تغدو ثاذا ذا وغف الله حيزر عيفا وقذي أغني حيث الزوغ في صدر في تيري والله هذا خي تبتسي ثقيا هذا الزوغ ذي بحير تدفكتي خسايي ذا خي تبتسي ثم طوث ثم سدرار ديوو فيك سحبابرن أفنصليث أفجديث ذيني تيجان تيجديث ذيث متيع تقبيليث وذا فزيم غافي ذرار
أريا قزيلا تيم غالي منها غدا بو أن تبدي دات نسقافة بفرد بو إجاج النكال إسلم من باهي نسقافة ينك فايمان يتي منها هذا الناس كلان دغادر وغنت أستوجي عثمان ويتوزن أبو سفيان وغجان تيغتدو كلان دغسين جمان مراو إدكراد هون داوين غد بارة أجل المفرزان إجان دغثنية الحد تنتي سمسيل التنغى نسقافة ينيلان تزولي وغنت أسم الله العمر ويتوغرين أسولاء واغيد جهتي اغتلوك كلين رغسين جمان ادمراو ادكوز تغيرين هضن تسفكر تسلفون مفرزاني جند فرغ الايواد جادا جنانة المدية القنبولية تتصديس دقن ونفور نخورة بها موتا جمياز لوين دغم يرودر مسنت مفرزتين هضنين سنمية الجندرمة كراد ما دهدن تيغتلوك كلين رغخنش لا ادباتنا تغيرين هضن نرمسن نابدا دن وانتصال هضن كلام فرغ الايواد جند اغتصال راتي برنتين امسان سنة تمروين كيل بتسموش دغل كيف وندواسك دل النابدا دن وانسلمان نجرى واجموات صوفول انت الزبدونت برين غزوات دل قادة دو غيريتنا التكيديم دو التكيديم وقدل نغرف نكال وان تكريك رات نظر دات ما قداه نيت وان كولومبيا ايجا ازيها زي سلان ونسغت تن تامت ار تأسغت تن ساعت هون دواسي جازيها زنو داني سيهارا وين سلان سساغت تن دات سواغ سلي ايدن دو السيهارنا تنميتنا لكم ونغجم ارامني